كشف تقرير صحفي إسباني عن القرار الأقرب بشأن مستقبل النرويجي مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد مع الفريق في الموسم الجديد. وعاد أوديغارد إلى ريال مدريد بعد 6 أشهر من الإعارة قضاها بين جدران نادي أرسنال الإنجليزي، ولكن على ما يبدو أن دوره سيكون محدودا مع كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أنشيلوتي يفضل إسكو على أوديغارد، وقد تبين ذلك من خلال ودية ريال مدريد وميلان أمس الأحد، حيث شارك لاعب الوسط النرويجي في الشوط الثاني ولم يقدم أي إضافة تذكر. ويبدو أن مصيره سيكون الرحيل عن سانتياغو بيرنابي وفق ما نقلت الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن أوديغارد نفسه غير متحمس للاستمرار، حيث يعتقد أنه لن يكون له دور مع الفريق، وأن ما حدث ضد ميلان قد يكون الدفع الأخير له ليقرر الرحيل. وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي سبق وأن أخبره بأنه يريد أن يكون لاعبا مهما ويأخذ دقائق أكبر، لكنه تركه بالأمس على مقاعد البدلاء. ورغم ثقة إدارة النادي بأن أوديغارد لديه مستقبل رائع، لكنها لن تقف أمامه إذا قرر الرحيل هذا الصيف. واختتمت الصحيفة بأن أرسنال يراقب تطورات موقف أوديغارد مع ريال مدريد ويعلم مطالب المرينجي بشأنه، حيث ينوي ريال مدريد بيعه ب50 مليون يورو على الأقل.